أيضا الشيخ، ما رأيكم في الشيخ عبيد الدابري، وهل هو ليس بعالم وإنما هو طالب علم فقط؟ والله الذي يطعن فيه ويقول إنه جاهل هذا يتبع سبيل الشياطين، ويتبع الطرق الحزبية في الطعن في علماء المنهج السلفي. الشيخ عبيد من أفاضل العلماء السلفيين، والمعروفين بالورع والزهد والقول بالحق، بارك الله فيكم. وما يطعن فيه رجل يريد وجه الله تبارك وتعالى، وهذه الأساليب عرفناها من الحزبيين. نعم، تفضل، بارك الله.